أسعد الله وقتكم مشاهدينا ومتابعينا في أمسيات رمضانية، نتواصل معكم ودائما مع ماهر أبو شملي للأجهزة الخلوية والاتصالات. لا تنسوا عرض الأقوى في شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، اشتري أي جهاز من داخل المحل، أي نوع من أنواع الأجهزة فقط بسعر التكلفة، بالإضافة لكل مستلزمات أي جهاز. لا تنسوا الإكسسوارات كمان، السماعات وكل ما يلزم للأجهزة الخلوية لدى ماهر للأجهزة الخلوية. ولا تنسوا كمان وكيل شركة جوال، وأيضا دفع وتسديد فواتير جوال وبيع شرايح جوال، دائما مع ماهر الاتصالات والأجهزة الخلوية لأصحابه ماهر أبو شملي وبإدارة حمادة أبو شملي. كونوا معنا في هذه الأمسية بصحبة براء عمر ومني أنا متصل عني، اربح على المطرح مع ماهر أبو شملي للاتصالات. ماهر للأجهزة الخلوية، طول كرم، رأس شارع باريس. نبدأ مشوارنا مع ماهر للاتصالات والأجهزة الخلوية في أمسيات رائعة جدا. الأيام يعني صارت تحلى، رمضان صار يحلى أكثر وأكثر، خاصة أنه منودع قاعدين شهر رمضان ومنستقبل عيد الفطر السعيد. كل عام وأنت بخير، مساء الخير. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله. من وين حضرتك؟ دير الأخصون. دير الأخصون، أهلا وسهلا فيك. شو اسمك؟ جلاء. جلاء؟ جلاء غانم. جلاء غانم. جلاء غانم، اهلا وسهلا فيك. شو بتشتغل انت؟ شو بتعمل؟ انا بسرعيل تكتكس. الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. شو اسمك عمو؟ وسيله. طيب، مع ماهر ابو شمله دائم الاتصالات هي عنده، اذا بتجاوب على سؤالك تروح تاخذ جائزتك مباشره. طيب سيدي، ما هو الحيوان الوحيد الذي يقع قلبه في الجهه اليمنى؟ طبعا اي واحد بيجاوب من بعيد حتى لو جاوبه صح مش راح ياخذ الجائزه. بخلص منه، ما عرفوش بنعطي واحد ثاني. وقت يا زلمه، في خيارات عليها؟ لا لا، ما في سؤال، ما في خيارات. كل شيء اسماء، كل شيء اسماء. ما هو الحيوان الوحيد الذي قلبه على يمينه، على الجهه اليمنى؟ احنا قلبنا دائما وين؟ على الشمال. في حيوان قلبه، تحياتي، قلبه على يمينه، شو الحيوان؟ تمساح. تمساح؟ تمساح. لا، شو يا سيدي؟ الحية. الاخطبوط. الاخطبوط. ايش؟ الدب. خلص روح منك. شو روح؟ خلص. جردان. اسد. اسد. لا، تعال. جردان. تعال تعال. هي هي. شو؟ الاسد. طيب خليك هيك بس على الكاميرا شوي. شو جوابه؟ الحيوان الوحيد الذي قلبه على يمينه، احنا على الشمال بس قلبه على يمينه، الحيوان الوحيد هو الاسد، سبحان الخالق. طيب هذا الزلمي قبل انا بس حكيته. طيب طيب شوي شوي. هاي من ماهر الاتصالات الخلوي، شو بتحكي له؟ كل التوفيق له وان شاء الله للامام لك. ماهر للاجهزه الخلويه، طول كرم، راس شارع باريس. ما هي الدولة يكون العام فيها 13 شهر؟ شي دولة؟ صور دولة فيها 13 شهر غير عنا. أمريكا. أمريكا، يعطيك العافية. السودان. السودان. ألمانيا. لا شوي تهز شي. السودان. شو؟ الصين. يعطيك العافية. شو يا سيدي؟ شو يا سيدي؟ البحرين ولا موريتانيا؟ البحرين وموريتانيا. لا، فيتنام. شو؟ فيتنام. خلص جاوب. جواب. لا، يلا. النرويج. النرويج. شو يا شو يا سيدي؟ اثيوبيا. طيب شو مين؟ شو بس تمسكنيش. الاردن. لا مش الاردن يا حبيبي. ايش يا سيدي؟ اليابان. 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 اثيوبيا. اثيوبيا. تعال 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 عندي. اثيوبيا. شوي تعال. غير سؤال غير سؤال. تعال تعال. شو اسمك؟ ابراهيم رباح. ابراهيم، من وين ابراهيم؟ من زيتة. من زيتة، اهلا وسهلا فيك. شي الدولة تكون فيها العام من 13 شهر؟ اثيوبيا. اثيوبيا. اثيوبيا 13 شهر السنة عندهم، مش زي عندنا. طيب هذا لو بدنا نصوم معناته شهرين بنصوم. طيب شيخ ونصاب ولا؟ طيب هاي من مين؟ من ماهر الاتصالات والأجهزة الخلوية، شو بتحكي له؟ تحياتي لهم وبالتوفيق ان شاء الله. ماهر للأجهزة الخلوية، طول كرم، رأس شارع باريس. احنا مع ماهر الاتصالات، هيو قريب علينا. على فكرة عنده عرض أي جهاز بسعر التكلفة مع كافة مستلزماته، أي جهاز وأي نوع جهاز. طيب ماشي فيه. مع عبد الله. مع عبد الله. مع عبد الله. في دولة تمنع، شوف صور، تمنع مضغ العلكة في الشوارع، مزين نحن بمسك البان وبشوط بالسيارة. الصين. الصين. لا، ايش الصين؟ لحظة، كل شيء من بعيد هسه بجيكي.
روسيا. روسيا ايش يا ستي؟ لا مش عارف. مش عارف انا اللي عارف. كوريا. ايش؟ كوريا. كوريا؟ لا مش كوريا. في دولة تمنع مضغ العلكة بالشوارع، ما هي هاي الدولة؟ اسرائيل. اسرائيل؟ يا بي علي ما نكتش لها الدولة. اليابان. شو اسمه؟ اليابان. تحصرش تحصرش. ايش يا سيدي؟ ولو سهلة. سنغافورة. سنغافورة. اسمعوا هاي اجابتها. شو اسمعي؟ سنغافورة. البلد التي تمنع مضغ العلكة فيها سنغافورة. طيب هاي جائزتك من مهر الاتصالات، هاي هون تروح تسلميها هلا. شو بتحكي له؟ كل عام وانتم بخير وان شاء الله تطوروا ازيد. ماهر للاجهزة الخلوية، طول كرم، رأس شارع باريس. بنكمل معكم الاجواء دائما بصحبة ماهر الاتصالات والاجهزة الخلوية. دائما العنوان طول كرم، رأس مفترك شارع باريس، مجمع التاج التجاري الطابق الأرضي لأصحابي ماهر أبو شملي وحمادة أبو شملي. مساء الخير. مساء الورد. كل عام وانت بخير. وانت بخير والصحة والسلامة. مبسوط على أجواء رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. يعني ما ضلش شيء. فرطة. ما ضلش فرطة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سهل وصعب بس حلو. سهل وصعب بس حلو رمضان. طيب عارف حالك؟ عصام هيك من نور شمس. أهلا وسهلا فيك يا عصام. فيك. إحنا مع ماهر الأجهزة الخلوية، هي قدامك. عنوان. كل الاحترام. طيب. عندنا سؤال بتجاوب عليه بتروح تجيب جائزتك فورية هلا. طيب ماشي يا سيدي؟ ان شاء الله. عمرك سمعت في مثلث برمودا؟ صحيح. وين هذا بيجي؟ هذا في المحيط ال في المحيط ال شو اسمه؟ المحيط 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 اللي اطلع هالجوهرة. يلا عشان قربت انت صرت نص الجائزة في المحيط سرة. بدناش تغلق. في المحيط الهندي؟ لا 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 مش في المحيط الاطلسي. الاطلسي المحيط الاطلسي. مثلث برمودا هو موجود في المحيط الأطلسي. وحكيها من بعيد ما عشي فاضية. هاي جائزتك من مهل الاتصالات والأجهزة الخلوية. شو بتحكي له؟ كل الاحترام والتقدير وبالتوفيق إن شاء الله. كل عام وانتم بألف خير. سلم إيديك. مبروك يا سيدي. كل عام وانتم بخير. ماهر للأجهزة الخلوية، طول كرم، رأس شارع باريس. تعرفي بس سؤال جاوبين عليه سريع. ماهر أبو شملي وين بوقع محله؟ شارع باريس. وين شارع باريس؟ وين هو؟ وين هو؟ هيو. هيو الحمد لله على السلامة. بتدور عليه لسه. طيب اسمعي هاي جائزتك من مهل الاتصالات والأجهزة الخلوية. تسلموا. تسلمي هلا مباشرة. ماشي شو بتحكي لهم؟ إن شاء الله زواد التقدم والنجاح يا رب. ماهر للأجهزة الخلوية، طول كرم، رأس شارع باريس. كم مرة ينطبق عقربي الساعة على بعضهما من الساعة الواحدة إلى الساعة التاسعة؟ قديش؟ من الواحد إلى التسعة. قديش شو اسمه؟ كم مرة ينطبق عقربي الساعة على بعضهما البعض من الساعة الواحدة إلى الساعة التاسعة؟ قديش؟ تسعة. على فكرة جائزتك قيم جدا. تسعة؟ لا مش تسعة. أكل والله. أكل. ثمانية. بدك بالبدأ ولا طلع؟ بدك أكل ولا أقل ولا أقل؟ اللي بدك إياه. شو بدك أنت؟ أكل. أكل خلاص. أكل باللهجة الفلسطينية الكرمية. إلك جائزة مقدمة من ماهر أبو شمل الأجهزة الخلوية مباشرة. سلمها يا حمادة. هاي مبروك جائزتك. يسلموا ايديك ويعطيهم العافية وجزاهم الله خير. وكل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير. يسعدك. طيب مشاهدينا ومتابعينا كنا مع آخر مشاركة معنا في هذا البرنامج، في برنامج اربح مع ماهر للأجهزة الخلوية والاتصالات. لا تنسوا دفع وتسديد فواتير جوال بالإضافة إلى باقي شرائح جوال وكيل لجميع الأجهزة الخلوية، بالإضافة إنه عرضه متواصل. اشتري أي جهاز بسعر التكلفة، يعني غير عن كل الموجودين بسعر التكلفة. ومش بس هيك كمان، خذ كل مستلزماته، مدالي، كفر، كزازة وسيلفي كمان، وفي كمان شغلات توابع بتكملوها عنده. مشاهدينا ومتابعينا اشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة. اشكر زميلي من وراء الكاميرا براء عمر، ودائما مع ماهر الاتصالات والأجهزة الخلوية. نلقاكم غدا في برنامج جديد ومتجدد. لا تنسوا معرض مين؟ ماهر للأجهزة الخلوية والاتصالات. كونوا معنا، الى اللقاء.